أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الخاص. لقاؤنا اليوم مع شخصية نكن لها كل التقدير والاحترام. باسمي واسمكم مشاهدينا الكرام أرحب بضيفنا قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. أسعد الله صباحك بكل خير قداسة البابا. أهلا وسهلا بكم وصباح النور، وسعيد أن نكون وياكم. نحن أسعد طبعا. بداية وقبل بدء هذا الحوار نعزيكم بضحايا الأعمال الإرهابية التي حدثت مؤخرا في المحروسة مصر. أشكرك كثيرا. شكرا. طبعا السؤال الأول من الكويت. طيب. وبما أننا الآن في الكويت، كيف رأيتم الكويت التي كانت أول دولة تستضيف كنيسة مصرية في الخارج حتى قبل بلدان أوروبا وأمريكا كذلك؟ فعلا هذه هي الزيارة الأولى للكويت. وجدتها دولة مرحبة وشعب مرحب ومسؤولين مرحبين، قلبهم منفتح والسعادة تغمرهم بمعرفة الآخر. والحقيقة ده إحساس قوي، وزي ما أنا عرفت إن في أكتر من 100 جنسية تعيش على أرض الكويت، فهي بس مش محبة للمصريين، ده محبة لجنسيات كثيرة خالص. ولله الحمد. قداسة البابا، بما شعرت وأنت تتفقد هذا الصرح المعماري المصري ولا أقول القبطي في الكويت؟ أنا قلت للشعب أثناء الصلوات، الشعب القبطي هنا أثناء الصلوات، إن كنيستكم فيها ثلاث علامات مش موجودة في أي كنيسة قبطية تانية. ثلاث علامات ليست موجودة في أي كنيسة قبطية أخرى. أولا دي أول كنيسة خارج مصر. أول كنيسة خارج مصر. خارج مصر. والعلامة الثانية دي أكبر كنيسة من ناحية الساعة. ساعة المصلين فيها. وثالث حاجة إن دي أجمل كنيسة أنا شفتها الحقيقة. التشطيب المعماري، الذوق المعماري، الفينيشنج بتاعها، الاتساع، الإمكانيات اللي موجودة فيها، فده بيخليها كنيسة أولى وكنيسة كبيرة وكنيسة جميلة. نعم. قداسة البابا، يعني نحن نتحدث عن الكويت والكنيسة المصرية الموجودة في الكويت، لكن السؤال الآن يتعلق بحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. أي انطباع خرجت به من لقائك بصاحب السمو، خصوصا وأنك يعني منذ تنصيبك تردد أشتاق إلى اليوم الذي يجمعني بسمو أمير الكويت؟ فعلا ده شعوري الداخلي، وأتمنى من وقت طويل أن أنا أزور الكويت بصفة عامة وأن أنا أتقابل مع صاحب السمو أمير البلاد. عندما زرته احنا تقابلنا مرتين. يعني كنت محظوظ ان احنا تقابلنا مرتين، مرة اثناء ضيافة الرئيس الفلسطيني، وده في يوم الوصول على طول بعد ساعة من الوصول. والمرة الثانية في تاني يوم في لقاء شخصي ويا صاحب السمو ويا ايضا سمو ولي العهد. الحقيقة وجدت فيه قلب كبير وابتسامة مشرقة واهتمام شديد بمصر. وطبعا بدأ حديثه معايا بتعزية من أجل شهدائنا اللي سقطوا في الحوادث الإرهابية الأخيرة، والاهتمام البالغ، وإن الأديان عندما توجد في حقيقتها تحفظ سلامة الإنسان، لكن ما يحدث هو خارج الدين وخارج الإنسانية خالص. لكن الصورة الكبيرة اللي أنا خدتها إنه قلبه كبير وإنسان محب، و كما قلت في البداية أنه مرحب. يعني أول ما تقابلته كأني أعرفه من زمان قوي، وكأن في علاقة وفي مودة وفي حوار من وقت طويل. نعم. الآن نريد التحدث عن لحظات ما بعد تنصيبك قداسة البابا. الإرث الذي وصفته بالثقيل بعد تنصيبك، هل لا يزال بنفس الثقل؟ أم ثقل أكثر؟ أم ثقل جدا؟ أم لم يعد هذا الإرث محتملا؟ لا لسه ما وصلناش الأخيرة دي. لا هي في أي مرحلة نحن الآن؟ قبلها بمحط ثقيل جدا. هو إرث ثقيل للغاية ومسؤولية كبيرة جدا، ومحتاجة مش الـ 24 ساعة، محتاجة وقت طويل جدا في كل يوم، ومحتاجة زمن كبير، ويعني ربنا يقدرنا على المسؤولية دي. اللهم آمين. قداسة البابا، نريد أن نتحدث عن أمر يعني لا نريد ولا يعني
يعني ولا نفرح بالتحدث عنه، لكن نحن مجبورين أن نتحدث عن هذا الأمر. الإرهاب، هل نجح الإرهاب ولو شيئا ما في أن يفسد للود قضية ما بين المسلمين والمسيحيين في مصر؟ الإرهاب في كل مكان يسبب ألما وألما إنسانيا، ومش شرط في مصر، في أي حتة في العالم. يعني أي إرهاب يحصل في أي دولة بأي صورة من الصور بيسبب نوع من الألم والأذى الإنساني. طبيعة المصرية لازم تبقى معروفة ومفهومة، أن المجتمع المصري مجتمع ضارب في التاريخ. المجتمع المصري من أيام الفراعنة 7000 سنة، فالمجتمع المصري متحد جدا. وفي حاجة في المجتمع المصري أحب أذكرها. شنو الحاجة هذه؟ أن نهر النيل ماشي في وسط البلاد. مصر عشان تبقى واضحة للمشاهدين، نعم، 1000 كيلو في 1000 كيلو، 1000 بـ1000، هي مربع. 1,000,000 كيلو متر مربع، وهي عاملة زي اللوحة، يعني الله رسمها لوحة جميلة. نعم. مية مية، صحراء صحراء، وفي الوسط نهر النيل. ونهر النيل ده عايش حوله 98% من السكان، وسايبين بقية مساحة الأرض. فالمصريين متمركزين حول نهر النيل. بالضبط. وما الرسالة التي تريد إيصالها؟ فالمصريين متمسكين جدا بالنهر، وعايشين جنب بعض في كل العصور، من الفراعنة، العصر المسيحي، أضيف إليه العصر المسيحي، ثم العصر الإسلامي، كل ده حوالين نهر النيل. يعني لما حضرتك تزور الأقصر عندنا في مصر في جنوب، نعم، الصعيد، هتلاقي الآثار كلها جنب النيل. حتى الفراعنة جنب النيل، عواصم مصر جنب النيل، يعني على مر العصور. ففي نوع من التلاحم القوي اللي موجود في حياة المصريين. فراعنة، مسيحيين، مسلمين، كل ده ماشي. عشان كده واحد من علماء الحضارة قال الحضارة توجد تحت جلود المصريين، تحت جلود المصريين، وتوجد 7 طبقات من الحضارة. الحضارة الفرعونية، نعم، والحضارة المسيحية، والحضارة الإسلامية، والحضارة العربية، والحضارة الأفريقية، احنا في أفريقيا، والحضارة المتوسطية، البحر الأبيض المتوسط، والحضارة الشرق أوسطية. ففي 7 لايرز أو طبقات موجودة تحت جلود المصريين. فالإرهاب ما يحدث يسبب ألما وانزعاجا بلا شك، لكن لم يفسد للود قضية أبدا أبدا، ولله الحمد. ما الذي تغير في المجتمع المصري في العقود الأخيرة وجعلكم عرضة للإرهاب على النحو الذي شهدنا؟ الإرهاب طبعا ظهر في مجتمعات كثيرة، وظهر في مجتمعنا المصري مش في السنوات الأخيرة، ده من عقود، بس كان بيظهر على فترات مختلفة، على اعتبار أن ضبط توازن المجتمع. ففي وقت من الأوقات من حوالي 40-50 سنة، نعم، كان في تشجيع لبعض الجماعات، تشجيعها بقصد أنها تقف أمام أي مد شيوعي، ولكن هذه الجماعات انقلبت ضد رئيس الدولة، اغتالت الرئيس أنور السادات. وأيضا من 30 سنة، يعني نتذكر هذه المعلومة، 30-40 سنة، وقع أول حادث إرهابي ضد الأقباط واستهدف كنيسة مسرة، وغالبية الموتى كانوا مسلمين، يعني كانوا يشاركون أسرة مسيحية أفراحها، فهذا يعطي دلالة كبيرة فعلا كما تفضلت. حدثت بقى حوادث متفرقة في أماكن متعددة بصور كثيرة، لكن الأول كان بتاخد شكل الجريمة شكل محدود، لكن حوادث الأخيرة دي غريبة تماما عن المجتمع المصري. نعم. على صعيد تأمين الدولة المصرية للكنائس، هل ترون بثمة تقصير من أجهزة الدولة في حماية تلك الكنائس؟ لا، وزارة الداخلية والأمن له مسؤوليات متعددة، مسؤوليات كثيرة متدخلة في كل قطاعات الحياة في مصر. مصر بلد كبيرة قاربت على 100 مليون، نعم، فمش بلد صغيرة، يعني عشان يحصل التأمين للحاجات دي بلا كلها شك. بلا شك ده مجهود فوق المجهود وفوق الطاقة. فأنا في رؤيتي أن الأمن يبذل قصارى جهده
لكنه عليه أعباء ثقيلة في مجالات أخرى، لكن بالنسبة للكنائس يبذل قصارى جهده. إذن أين المشكلة؟ المشكلة في أماكن كثيرة، في إهمال التطرف الذي قد يظهر. يعني مثلا لما يطلع واحد في التلفزيون ويقول كلام يجرح به مشاعر المصريين. بس قبل هذا الكلام قداسة البابا، أنا أتكلم عن الأمن، يعني تأمين الكنائس. يعني كما نقرأ أن الأمن مسؤول عن الكنائس من الخارج فقط، أفلا تتحملون جزء من المسؤولية؟ طبعا الكنيسة من جوه لازم تبقى مسؤولية ولادها. في كنائس كتيرة بتوجد مجموعات من الكشافة، والكشافة دي نوع من التربية لأولاد وبنات أو شباب وشابات، بتعلمهم مبادئ الكشفية. مبادئ الكشفية أهمها كن مستعدا، كن شخص منتبه يقظا، تبقاش كسلان. فمبادئ الكشافة دي مع أولادنا الشباب والشابات بيقوموا بهذا الدور، نوع من النظام بالذات في التجمعات الكبيرة والاحتفالات اللي بتبقى موجودة في الكنائس، ده دورهم. لكن مفترض أن يزداد عليهم دور مسؤولية التأمين داخل الكنيسة، يحتاجوا نوع من التوعية على الكشافة. أيوة بالضبط. ولماذا لا يكون على الأمن المصري؟ يعني يكفي ما يحمله خارج الكنائس، ده مجهود كبير خالص يعني. هناك سؤال أيضا لكن سأخذ الإجابة بعد الفاصل. أنتم خرجتم من الكنيسة المرقسية قبيل دقائق من الانفجار، يعني نريد بعد الفاصل إن شاء الله يعني وصف شعوركم بعد النجاة التي لو لم يشأها الله سبحانه وتعالى لكم لحدث ربما ما لا يحمد عقباه. سنأخذ الإجابة والشعور لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدي الكرام، فاصل ونواصل من جديد. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا. قداسة البابا، كنا قد سألنا عن سؤال خروجكم من الكنيسة المرقسية قبيل دقائق من الانفجار، وأيضا نريد شعوركم بعد النجاة التي لو لم يشأها الله سبحانه وتعالى لكم لحدث ربما ما لا يحمد عقباه. أولا أحب أوضح الوقت بالضبط يعني. نعم. ده كان يوم من أيام الأعياد بنسميه حد الزعف، يوم الانفجار، أحد الشعانين، نفس التوقيت اللي حصل فيه في طنطا. اليوم ده الصلوات فيه بتبقى مستمرة حوالي سبع ساعات. بيبتدي مثلا الساعة 6 ننتهي الساعة 1. طيب. واليوم ده من غير قصد طبعا الصلوات خلصت قبل ميعادها بساعة وربع. ساعة وربع؟ يعني خمس ساعات أو أربع ساعات؟ 12 إلا ربع، 12 إلا 10 كنا برا الكنيسة. خلصنا وطلعت المبنى البطريركية نقعد ويا الآباء عشان ناكل لقمة وهستعد للانصراف. كنا لقمة وكنا بالفطار يعني وبنستعد وكنا بنتابع أخبار طنطا بقى. أها. كويس؟ احنا يعني في اسكندرية. نعم، حدث طنطا قبلكم. طنطا حصل الساعة 9 الصبح، 9 و5. بنتابع الأخبار وإيه وصلت لإيه والحاجات دي. كنت بالكنيسة وقتها؟ خلصنا الكنيسة. طيب. خلصنا الصلاة وطلعت المبنى، مبنى الإداري، مبنى البطريركي. نعم. وتتابعون أخبار طنطا؟ وقاعدين بنتابعها على الموبايل وبنفطر. بعد ما خلصنا فطار خلصنا كل حاجة. نعم. والساعة بقت واحدة إلا ربع. طيب. وبستعد بقى عشان أنزل من المبنى البطريركية علشان أروح أسافر يعني. نعم. أرجع. وقع الانفجار على الباب الخارجي للكنيسة. يعني كنت أنت في مجال الكنيسة يعني؟ يعني بيننا وبين الباب ده حوالي مثلا 50 متر، 70 متر، يعني مسافة. الحمد لله على سلامتكم. نشكر الله. وفضلت موجود بقى مدة حوالي ساعتين أنه تابع الموقف اللي حصل لغاية ما اطمنا. المصابين اتنقلوا المستشفيات والشهداء راحوا أيضا المستشفيات، والموضوع جه الأمن بقى وابتدى يرتب الإجراءات الأمنية اللي بيعملوها والفحص الجنائي وانتهى الموضوع كده. فنشكر الله، الحمد لله، بركة من الله يعني أنكم نجيتم وكتب لكم النجاة من هذه الحادثة. تقول دوما بأن الكنيسة مؤسسة روحية لا دخل لها بالسياسة ولكن دون التخلي عن واجباتها. السؤال هنا، أليس أداء الواجبات الوطنية يتطلب فهما ووعيا وولوجا في أعماق السياسة؟ هي شعرة فصلة ما بين المواطنة وما بين السياسة. شعرة واحد، شعرة أن أنا أكون مواطن أو أكون سياسي. وأنتم قادرون على الاتزان بين هذه
المعادلة؟ أنا دوري روحي وأنا مسؤول روحي في الكنيسة، والكنيسة مؤسسة روحية. طيب. وليس لها دخل بالسياسة. وعايز أشرح كلمة روحية دي بصورة أوضح شوية. عمل الكنيسة دايما مرتبط بالسماء. مرتبط بالسماء. حتى إحنا في صلواتنا الافتتاحية دايما نقول كده أبانا الذي في السماوات. يعني في أول عبارة بننطقها في صلواتنا نذكر السماء. وانشغال الكنيسة بأن المؤمنين يبقى لهم نصيب في السماء. ده الهدف الروحي للكنيسة. لكن الكنيسة كمان موجودة على الأرض، وبالتالي لها دور اجتماعي. الدور الاجتماعي بتاعها أنها تخدم الوطن اللي هي فيه. يعني هذا تجاوز للدور الروحي؟ لا مش تجاوز، ده تكميل للدور مكمل. الروحي. مكمل. زي ما الإنسان جسد وروح. والسياسة تجاوز؟ لا لسه ما جبتش كلام السياسة. نعم. بتكلم على أساس أن الكنيسة مؤسسة روحية مرتبطة عملها وخدمتها كلها بالسماء، لكن لها دور اجتماعي في المجتمع اللي هي موجودة فيه. يعني مثلا لو أنا في مجتمع وفي ناس مرضى، فمن الكنيسة من دورها أنها تعمل عيادة للمرضى دول أو مستشفى، أو لو في أولاد عايزين نعلمهم، دور الكنيسة أنها تعمل مدرسة. هذا دور إنساني يعني؟ ده دور اجتماعي إنساني صرف. نعم. وده تعبير عن دورها الروحي. لكن داخل المجتمع بتاعها بتخدم المجتمع بتاعها، ودي مسؤولية. أنا ما لاقيش ابني مريض ومعالجوش، ما لاقيش ابن أو شاب أو طفل عايز يتعلم واسكت عنه، دي مسؤولية. ما دام في إمكاني أعمل كده. السياسة بقى لها رجالتها ولها قوانينها ولها أسلوبها ولها حياتها. الكنيسة بعيدة عن السياسة خالص، لكن الكنيسة لازم تمارس دور مواطنة. أنا شخصياً مواطن مصري. نعم. يعني قبل ما أكون البطريرك أنا مواطن مصري، لي حقوق وعلي واجبات وهكذا. يعني هذا تأييد أو مشابه لمقولة السادات لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة؟ طبعاً. وأنا ليه وأنت مؤيد لهذه الكلمة. ليه تشبيه مهم جداً في الموضوع ده. ما هو التشبيه؟ السلة اللي بنحط فيها البيض. نعم. عارف حضرتك الحجر أو الزلط؟ نعم معروف. أحيانا الزلطة تبقى شكل البيضة. فتصور نجيب سلة نحط فيها بيض وحجر وزلط. نعم. إيه اللي هيحصل؟ يتكسر البيض. الحجر يمثل السياسة لأنه ميت جاف، والبيض لأنه حي يمثل الدين. فلما تحطهم ويا بعض في سلة واحدة إيه اللي هيحصل؟ الحجر هيكسر البيض. يعني السياسة تفسد الدين؟ هو ده اللي هيحصل طبعا. السياسة تفسد. والسياسة الدين. جافة. والسياسة جافة. والسياسة متغيرة، الدين ثوابت. فالحجر يفسد البيض، السياسة تفسد الدين، ما تقدرش تستخدم البيض ده، يعني خلاص راحت قيمته الغذائية. يعني أهل السياسة يفسدون أهل الدين؟ لا مش بمعنى يفسدون، لو حصل التداخل ده يحصل هذا الفساد، لكن احنا عايزين سياسة وعايزين مواطنة وعايزين دور الدين وهكذا عشان المجتمعات تعيش. نعم. يحسب للكنيسة المصرية قداسة البابا التزامها الخط الوطني من قديم الأزل، وأنتم أيضا رفضتم بعد ثورة يناير الحماية الغربية وقلتم مقولتكم الرائعة وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن. هل لازلتم تواجهون عروضا من هذا النوع؟ حاليا لا طبعا، لكن الكنيسة المصرية كنيسة وطنية من أيام القديس ماري مرقس من القرن الأول الميلادي. القرن الأول. وده أحد الخطوط العريضة للكنيسة، وطنية مصرية. لاحظ حضرتك لما أقول الكنيسة القبطية عن الكنيسة المصرية يعني نفس التعبير. نعم. القبطية عن المصرية. نعم. وبنسميها الكنيسة الوطنية، كنيسة الوطن. فالكنيسة المصرية كنيسة وطنية، وكل حياتها وكل بابواتها عبر التاريخ كل تصرفاتها واضحة جدا في هذا المجال. سأحكي لك عن البابا بطرس الجولي رقم 109. نعم. البابا بطرس الجولي وكان إنسانا تقيا، جه السفير الروسي مبعوث من
قيصر روسيا رفض الحماية وقتها، فقال له يا مين القيصر ده؟ سأله سؤال، مين القيصر ده؟ قال له ده حاكم روسيا. قال له يعني إنسان زينا؟ قال له آه. قال يعني بيموت؟ قال له كلنا بنموت. قال له طب روح قول له نحن في حمى ملك لا يموت. فنفس السفير ده كتب في مذكراته بيقول بكل الطلاقة التي كنت أعرفها لم أجد كلمة أرد بيها على مقولة الأب البطريرك. والخط ده واضح في الكنيسة تماما. لما تم اعتداء على حوالي 100 كنيسة بالحرق والتدمير في يوم واحد، طبعا مشاعر الأباط اتجرحت ومشاعر الوطن نفسه اتجرحت. فقلت العبارة دهية أن الوطن يعيش قبل الكنائس، كنيسة هنبنيها، وده اللي تم فعلا. ومشاعر المسلمين وقتها اتجرحت أيضا. طبعا مش مشاعر المسلمين فعلا. لكن هل سيأتي اليوم يعني لا قدر الله اللي الكنيسة تغير خطها؟ مش ممكن. بعد كثير من الحوادث دي ثوابت، ده 20 قرن من الزمان ما يغيروش، عاملين زي الهرم. تفتكر الهرم ده ممكن نغيره ويبقى عمارة مثلا؟ أبدا. طيب سأقتبس من كلامك، ليس كل من أطلق لحيته وارتدى جلبابا أسودا أصبح راهبا أو كاهنا. هذه مقولتكم، نريد توضيح لهذه المقولة قداسة البابا. يعني الحياة ليست بالشكل، الحياة بالجوهر، المضمون، الجوهر الإنسان، مضمون الإنسان. فالمظاهر الشكلية الخارجية ده هي لا تعبر عن الإنسان. هو لو واحد لبس بلطو أبيض وحط سماعة في ودنه بقى دكتور؟ مش ممكن. نعم. قداسة البابا، إلى أي مدى ترون بأن مصر مستهدفة وتتعرض لمؤامرة، وكيف ترى الوعي بذلك بين أوساط المصريين؟ مصر مستهدفة، وافقك تماما، وليست مستهدفة في زماننا ده، مستهدفة عبر الأجيال. تعرف أن مصر أمم كثيرة احتلتها، الرومان، اليونان، الفرس، الإنجليز، الفرنسويين، الإسرائيليين، عبر الزمن وعبر التاريخ خالص. لكن الطبيعة المصرية بقيت مصرية، والخصائص المصرية بقيت مصرية، هي مستهدفة. وعي المصريين وعدد كبير جدا من المصريين يعي هذه الحقيقة، لكن مع زمن العولمة اللي احنا فيه، مع زمن حركة الانتقال من مكان لمكان، بعض الناس مش فاهمة الحقيقة دي كويس، فبيحتاجوا دايما ان احنا نستمر في توعية الأجيال الجديدة عشان تفهم الوضع ده. نعم، احنا راح نطلع فاصل قداسة البابا، لكن تحدثت عن يعني استعمار مصر، وكان فترة الرومان هي الأشد قسوة. فترة الرومان كانت كل الفترات كان فيها قساوة، بس في فترات كانت طويلة بالقرون، يعني أيام الرومان دي كانت قرون. لكن مثلا أيام الإنجليز أو أيام الفرنسيين أو أيام الفرس، الفرس كانت 10 سنين بس، فتتفاوت يعني من شعب لشعب أو من جهة لجهة. نعم، سنكمل هذا الحوار لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود لكم من جديد. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا. قداسة البابا، هنا سؤال مباشر، هل تعانون من التمييز والاضطهاد في مصر وفق ما تصدر منظمة العفو الدولية من بيانات؟ في زمن من الأزمنة، من مثلا 50 سنة أو أكثر شوية، كان بيحصل نوع من الاستبعاد للأباط في بعض المواقع. استبعاد. استبعاد. وفي زمن من الأزمنة كان بيحصل نوع من بسبب قلة الوعي، عدم قبول الآخر، في مش حاجة عامة لكن في حاجات منفردة. وفي زماننا هذا؟ في الزمن ده بعد ثورة 30 يونيو بتحاول الدولة انها تعدل بعد الدستور الجديد، تعدل هذا الميزان. يعني الدستور الجديد تحاول الدولة، تحاول طبعا طبعا واضح جدا. هل يعني استطاعت ذلك؟ نعم، استطاعت الدولة؟ بتحاول، لكن مشوار 1000 ميل يبدأ بخطوة، فمجرد انك تبتدي بخطوة ده في حد ذاته حلو. راضي عن الدستور الجديد؟ الدستور الجديد فيه بعض المواد حلوة، لكن الدستور ده هو عمل بشري، ممكن يتعدل وممكن يتغير، ممكن يضاف له، ممكن يحذف منه حسب احتياج المجتمع. يعني مثلا أعطي حضرتك دلائل. مثلا وجود قانون جديد ينظم عمل بناء الكنائس، لم يكن هناك قانون سابقا. ما كان في قانون؟ ما فيش.
والآن القانون هل سيقيدها أم سيطلقها؟ مجرد وجود قانون، مجرد وجود قانون يعني وجود حق. واخد بال حضرتك؟ كان زمان لما تيجي تقدم على الكنيسة ممكن تقعد 20 سنة عشان تاخد إجابة. قانون جديد أعتقد 4 شهور؟ 4 شهور بتاخد إجابة أو لا، واللا بتبقى مسببة. تم إقراره هذا القانون؟ تم إقرار القانون ده في سبتمبر الماضي، وتم بناء كنائس بناء على هذا القانون، وبدأ بناء كنائس بسببه. يعني أخذته موافقات. فده علامة من العلامات. مثلا وجود 39 عضو في البرلمان، صح؟ مش نسبة، مش عدد. بالنسبة للبرلمان عندنا 594 عضو، لكن وجود العدد ده أيضا وجود صوت. ما كان موجود هذا العدد؟ لا، كان واحد. واحد؟ واحد، ويعين عدد بالتعيين، لكن ده بالانتخاب، كلهم بالانتخاب، وهكذا يعني. نعم. يقال بأن الضربة التي لا تقسم الظهر تقويه، هل الضربات التي تتعرضون لها بفعل الإرهاب والإرهابيين تقوي ظهوركم أم توغر نفوسكم؟ لا، هي تقوي التلاحم الشعبي في مصر. عايز أقول لحضرتك حاجة. تفضل. في حادث البطرسية اللي حصل عندنا في مصر في ديسمبر الماضي، نعم، أنا كنت ساعتها في اليونان. اليونان. ورجعت بعد يوم من رجوعي، بعد الجناز اللي ماتوا في الحادثة دي، 100 من الشيوخ القبائل اللي موجودة في مرسى مطروح اللي هي المحافظة الغربية، نعم، 100 على بعد 500 كيلو من القاهرة، نعم، السيد المحافظ وهؤلاء الشيوخ والعمد والشخصيات المجتمع اللي موجود فيهم، نعم، جم عشان يعزونا في القاهرة. جم مجرد ساعة ويرجعوا تاني 500 كيلو. وده تعبير عن التلاحم. فالأحداث ده هي بتقوي التلاحم والترابط أكثر وأكثر وأكثر. نعم. كيف تنظرون للدور الذي يلعبه أقباط المهجر، المطالب التي يرفعونها، وما حدود السيطرة أو سيطرة الكنيسة عليهم؟ كلمة أقباط المهجر ليست كلمة دقيقة. وما الدقيق؟ حضرتك عارف أن مصر بمسلميها ومسيحيها فيها أفراد بيهاجروا بره. نعم. فيوجد تواجد مصري، زي هنا في الكويت في تواجد إسلامي مصري وتواجد مسيحي مصري، شيء طبيعي. هكذا في كل دول العالم، وهكذا في أمريكا. يعني هم يروحون ويرجعون لمصر؟ لا، بيروحوا ويقعدوا. بس عندنا بالكويت يروحوا ويردوا. هنا علشان مش بلاد مهجر. نعم. هنا بيجوا للعمل للدراسة وبيرجعوا. لكن في بلاد المهجر، بلاد المهجر يعني بلاد العالم الجديد، يعني مهاجرين. مهاجرين فبيروحوا يقعدوا هناك، لكن أقصد أنهم مصريين مسلمين ومسيحيين. فليه أقول أقباط المهجر؟ لكن الأسباب اللي دعت هؤلاء للهجرة؟ أسباب متنوعة، أسباب العمل وأسباب الدراسة وأسباب الزيارة وأسباب العلاج، وأيضا البعض سافر لأنه وجد تعبا في مكانه فساب البلد، شيء طبيعي جدا يعني. يعني ليس الاضطهاد أو نوع من الأمن فقد. لا، التنوع يعني. الخروج له تنوعات كثيرة. طب إحنا عندنا أولادنا بيتعلموا في مدارس برة، في جامعات برة. نعم. فكلمة أقباط المهجر ليست الكلمة الدقيقة اللي توصف. في مصريين في المهجر؟ في مصريين، منهم أقباط ومنهم مسلمين. نعم. ولنا كنائس هناك، ومعظم الأقباط مرتبطين بالكنائس هناك، لكن جو الحرية اللي موجود في المجتمعات الأمريكية والأوروبية بيخليهم يقولوا اللي هم عايزين، ودي حاجة مش غلط يعني، كل واحد يعبر عن رأيه. لكنهم يتحدثون، يعني بما أنهم يعبرون عن رأيهم يتحدثون بمطالب، كل له مطالب. يتحدثوا، أي واحد بيتكلم بأي مطالب، المهم صوت الكنيسة الرسمي. ومطالبهم مستساغة بالنسبة لكم؟ تسعون؟ بعض الحاجات اللي يقولوها بتبقى مقبولة وبعضها غير مقبول. البعض غير مقبول. نعم. مطالب الأقباط بشكل عام الملحة والمتجددة في مصر، هل تحتاج إلى عصا سحرية لحلها أم ماذا تحتاج؟ لا، مش عصا سحرية ولا حاجة، تحتاج لاعتدال التوازن في المجتمع المصري. التوازن؟ التوازن بين من ومن؟ التوازن في الحقوق والواجبات. فمثلا في الدستور الجديد بيضمن حقوق المساواة وعدم التمييز، وتفعيل ده بقوانين أخرى ده شيء مهم جدا.
وبلاحظ كده، يعني بلاحظ تبتدي خطوة بخطوة، لكن زي ما قلت المشوار الطويل بيبتدي بخطوة ثم اثنين ثم ثلاثة إلى أن يبلغ الكمال. نعم، لكن ثمة يعني مطالب أو مطالبة للبعض بين الحين والآخر تتمثل في إلغاء المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن دين الدولة الإسلام والشريعة مصدر رئيسي للتشريع، والإتيان بدستور مشابه لدستور بريمر في العراق؟ لا، هقول لحضرتك أولا المادة دي كانت في الدستور السابق. في الدستور الجديد صارت هناك مادة، المادة الثالثة، بتضمن حقوق غير المسلمين المسيحيين واليهود، تضمن حقوقهم في المجتمع المصري واختيار قيادتهم الدينية وأحوالهم الشخصية وفقا لشرائعهم. مادة واضحة جدا. المادة الثالثة في الدستور الحديث الجديد. أيوة. يعني كان هناك مطالبات ب كان طبعا في بتتكلموا في الحاجات دي، لكن في الدستور الجديد تلافى، لكن ما في مطالبات بإلغاء المادة الثانية. لا لا لا، وعايز أقول لحضرتك كمان أن مقدمة الدباجة بتاعت مقدمة الدستور فيها فقرة مسيحية كاملة. يعني بتتكلم أن أرض مصر أرض مباركة ومقدسة بسبب زيارة العائلة المقدسة التي جاءت إلى مصر في القرن الأول الميلادي وبقيت في البلاد 3 سنين و6 أشهر. الحاجات دي ما كانتش موجودة قبل كده. ففي خطوات طيبة علشان المجتمع يبقى متوازن. ما هو التطرف ده عبارة عن المجتمع مش متوازن، فتوازنه بقوانينه بشرائعه بيخلي حال المجتمع أفضل. في ردكم على مقترح يدعو إلى تدريس كتاب محمد حسن هيكل حياة محمد للأقباط، أو محمد حسين هيكل حياة محمد للأقباط، وفي المقابل تدريس كتاب العقاد عبقرية المسيح للمسلمين، تحفظت في المؤتمر الصحفي تحفظت وقلت يعني بالحاجة إلى تدريس نوع مشترك أو ما يتواكب مع العصر، ماذا تعني بذلك قداسة البابا؟ تدريس مثل هذه الكتب الأدبية الكبيرة لا يعالج ما نعانيها في هذا الزمن. طيب مختصر منها مضمونها ولا يصنع شيء أبدا. المجتمع النهاردة والشباب عايز لغة جديدة في المخاطبة. ممكن أسألك سؤال؟ تفضل. مين بيقرأ النهاردة العقاد؟ ربما هناك من يقرأ، حاجة عدد محدود. ليش ما خليهم يقرأون؟ الشباب يقرأ من العقاد. ليش ما يقرأون يدعم في المناهج؟ الأسلوب نفسه بقت كتب نحطها على الرف كده نرجع لها بين وقت والتاني باعتبارها مراجع فقط. لكن للتدريس النهاردة العالم كله تغير، العالم كله عايز أسلوب جديد، حتى مزيج بينهما. مش الحكاية مزيج ولا مش مزيج، هو طبعا لازم أعرف التاريخ الإسلامي ولازم أنت كمسلم تعرف التاريخ المسيحي. نعم. شيء طبيعي، لكن لغة المخاطبة التي أخاطب ده، طريقة كتابة المنهج نفسه في طرق معاصرة نكتب بها المناهج. نعم، كيف تنظرون لدور الأزهر الشريف كمؤسسة إسلامية عالمية وسطية في ظل ما يتعرض له من انتقادات حاليا ربما لامست حد الهجوم أحيانا؟ أولا انتقاد أي مؤسسة فرصة لتصحيح أي شيء فيها. يعني هل هناك أخطاء في مؤسسة الأزهر؟ أنا مش ببحث على الأخطاء دلوقتي. لا، وجود انتقاد معناه إيه؟ يعني إن أنا أبحث في نفسي ربما في حاجة. علاقتنا بالأزهر علاقة طيبة جدا، ولا تنسى أن احنا في مصر يوجد عندنا مؤسسة حديثة اسمها بيت العائلة. بيت العائلة، وبيت العائلة مؤسسة تجمع بين الأزهر والكنيسة. حضرتك عضو فيها؟ أنا المسؤول عنها وفضيلة الإمام. رئاسة المؤسسة، رئاستها، ودي عمرها 5-6 سنين المؤسسة، لسه حديثة وطلع بقرار من رئيس الوزراء، وبتحاول أنها توجد عمل مشترك ما بين الكنيسة وما بين الأزهر. نعم، ألا ترون أن دور الكنيسة تراجع شيئا ما على صعيد دعم الدولة المصرية خارجيا في قضايا مهمة؟ لنأخذ مثال على ذلك، سد النهضة مثالا لذلك. لماذا لم تستخدم ثقل الكنيسة المصرية التاريخي في أثيوبيا التي يقولون عنها أو يقولون فيها أمنا الإسكندرية وأبونا ماري مرقس كما أنكم في قداسكم تصلون لنهر النيل؟ أولا من قال هذا؟ بطريرك إثيوبيا زارنا في مصر زيارة رائعة، قعد ويانا حوالي أسبوع وزار السيد الرئيس، وحتى السيد الرئيس السيسي داعبه بعبارة لطيفة، قال له إذا ما كنتوش هتحلوا مشكلة سد النهضة هجيب المصريين ونروح نسكن عندكم.
ثم ان انا زرت اثيوبيا وايضا قعدت اسبوع، وبيننا وبين الكنيسة الاثيوبية بروتوكول تعاون كبير، وبنحاول نساعد الاثيوبيين في انشاء بعض المستشفيات والمدارس. هذا ما نقوله، لماذا لا يكون هناك دعم للقضايا المصرية؟ وفي دعم، مين قال انه فيش دعم؟ يعني يستفاد من هذه العلاقات الودية، يستفاد بها جدا جدا جدا. انا لما زرت اثيوبيا تكلمت ويا الاب البطريرك، وقابلت رئيس الوزراء، وقابلت رئيس الدولة، وقابلت الشؤون الخارجيه، وزير الشؤون الخارجيه كان وزير الخارجيه مسافر. نعم. واتكلمنا في الامور دي كتير جدا. نعم. والكنيسه تقف بجوار الدوله تماما يعني. نعم. الى اي مدى، تحدثت عن يعني جبنا طاري الرئيس السيسي، الى اي مدى انتم متفائلون بحميميه العلاقه ما بينكم وبين الرئيس السيسي الذي كان اول رئيس مصري يحضر قداسكم ويصعد للمذبح الكنسي ويلقي خطاباته من امام الكرسي البابوي، وهو ايضا اول من تبرع لبناء اكبر كنيسه في العاصمه الاداريه الجديده مثل ما تبرع لاكبر مسجد. دي علامة من علامات التغير الإيجابي في المجتمع المصري، أن رئيس الدولة بيجي يهنئ الأقباط وهم جزء من الشعب المصري في بداية كل سنة. فدي علامة جديدة، علامة تبين على اعتدال الحال في مصر، ووجود علاقة طيبة بين كل المسؤولين بما فيهم الرئيس، بما فيهم رئيس مجلس الوزراء، بما فيهم البرلمان، مشيخة الأزهر، الحكومة، الأب البطريرك. بس الآن أفضل الحالات تقريبا نقدر نقول؟ ما نقدر شو الأفضل. الأفضل ده معناه الصحة والعلاقات الطيبة اللي موجودة. هو الناس تبقى فرحانة بالعلاقة الطيبة والعلاقة المتوترة طيبة بلا شك. نعم. الآن بشأن زيارة رئيس بابا الفاتيكان الوشيكة لمصر، ماذا حدث بشأن هذه الزيارة والتي توقع البعض أن تلغى بعد الأحداث الدامية الأخيرة؟ الحقيقة قداسة بابا روما البابا فرانسيس تمسك بالزيارة، تمسك بالموعد بتاعها، وهو تلقى دعوات كثيرة من رئيس الجمهورية رئيس السيسي، وتلقى مني دعوة، وأيضا من فضيلة الإمام ومن الكنيسة الكاثوليكية في مصر. وأنا كنت أول مسؤول مصري قبله لما زرته في الفاتيكان في مايو 2013. نعم. وهو تجلس في مارس 2013 قبلها بشهرين. وفي علاقات طيبة، وبنتكلم بالتليفون في مكالمات كتيرة، وبنشارك بعض بالرسائل كثيرة، ومصر كلها فرحانة جدا بهذه الزيارة، واخدين شعار لطيف قوي في مصر، بابا السلام في أرض مصر السلام. أذكركم بمهنتكم كصيدلي، نحتاج ما هي الوصفة أو الروشتة كما تقولون في مصر للاستقرار السياسي في المحروسة مصر، ما هي وصفتكم؟ الوصفة في ثلاث أدوية. نعم. الدواء الأول الاهتمام البالغ بالتعليم، التعليم والتعليم ثم التعليم ثم التعليم. وفي التعليم الاهتمام البالغ بالمدرس. المدرس بالذات مدرس المرحلة الابتدائية بحط في إيده أهم عجين عندنا، أولادنا وبناتنا. بالضبط. هو اللي بيشكلهم. أنا لغاية النهاردة أتذكر مدرسيني في المرحلة الابتدائية، لغاية السنة اللي فاتت مدرستي في المرحلة الابتدائية ساعة ما تقابلني لغاية السنة اللي فاتت هي توفت، تاخدني بالحضن وتقعد تبصني وفرحانة بي. وأنا فرحان بيها جدا، بحبها جدا. ما شاء الله. فعايز أقول لحضرتك التعليم هو الدواء الأول. الدواء الثاني هو القانون، وجود قوانين مطبقة وليست على الورق فقط. والدواء الثالث ضبط الإعلام، الإعلام المضبوط، لأن الحرية لما بتزيد على حدها بتبقى شكل من أشكال الفوضى. نعم. هذه هي الأدوية الثلاثة اللي ممكن أقدمها لحضرتك. نعم. قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، شكرا جزيلا لك على إتاحة الوقت لهذا اللقاء، فشكرا جزيلا لك. أهلا بكم، متشكر خالص، وأسجل محبتي وسعادتي بزيارة الكويت، وأعود إلى بلادي وأنا ممتلئ بذكريات كثيرة مفرحة. نسأل شكرا. الله لكم السلامة في الحل والترحال قداسة البابا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهى لقاءنا الخاص مع قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستودعكم في أمان الله.